Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillahi khayra maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asa'inullaha fi alfiyah maqasidun وتبسطوا البذل بوعد مجز تذي رضا بغير سخط فائقة ألفية بني معد وهو بسلق هائز تفضيل مستوجب ونعد غيري واحد
مفتقراً لذكرهن أسمعت وقطع واسمعي يا كن معينة بدنيا أو بعضها قطع معلينة وارفع أو ينسب إن قطعت مذميراً نداء أو ناسباً لن يظهر كمثل صفاف وذلل وكلال ولذب ولك جسس ولك صصب ولك هلال وشذ فئل ونوه فكن بنقل فقبل وحي يفق والذقم دون حجر كذاك نعوتا تجل وستر وما بدأين بطودي قيض صرفي على تكا تبين العبر وفك حيث مذغام في سكن لكونه بمضمار الرفع اقترنه حل ثم حللته وفي جزم وشبه جزم تعير في وفك أفعل في التعجب التزم وتزم الإضغام أيضا في هلو وما بجمعه عون تقف من نزما على جل مهم في السماء الأحصى من الكفيات الخلاصة كما اغتفقنا بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين
في البستان المعهدي.